تفوقه البدوي على هذا الملعب بالذات سيجنال ايدونا بارك بالثلاثه امام بايرن ميونخ مقطع الاسبوع في البوندسليغا. كان لزاما على وصيف بطل اوروبا بوروسيا دورتموند نفض الغبار عن نفسه حين واجه وصيف المجموعه السادسه نابولي في مباراه حياه او موت لكتيبه المدرب يورجن كلوب من اجل الحفاظ على حظوظها في بلوغ دور ال 16. جديه اصحاب الارض مكنتهم من التقدم مبكرا اثر ركله جزاء تسبب بها المدافع فيديريكو فرنانديز منذ الدقيقه العاشره. انبر لها بنجاح ماركو رويس مغالطا الحارس كيفي راينا. دورتموند حاول تعزيز تقدمه لكن رعونه الفولندي ليفاندوفسكي ورفاقه وعدم تركيزهم في اللمسه الاخيره الى جانب تالق الحارس رينا حال دون وصولهم للشباك الايطاليه على الاقل في الشوط الاول. شوط شهد فرصه خطيره لنابولي لمعادله النتيجه عبر جوزي كاليخون لكن القائم حرمه من هدف محقق. بعد الاستراحه عاود دورتموند حملاته الخطيره على مرمى الطليان من كل جهه وبعد فرص عديده تمكن نجم المباراه ماركو رويس من منح كره الهدف الثاني للفولندي بلاجيكوفسكي في الدقيقه 60 فيما كان عزاء الضيوف هدفا وحيدا حمل توقيع البديل لورنسيو انسين في الدقيقه 71. وفي الوقت الذي بحث فيه فقراء الجنوب عن هدف التعادل المؤهل لدور 16 باغتهم البديل بيير اوباميان بهدف ثالث في الدقيقه 78 مؤمنا فوز الالمان ومبقيا على حضورهم في مواصله رحله استعاده اللقب. وعلى ملعب